النهارده 5 يونيو، فمر في اجواء الاحتفال بالاذاعه المصريه بنحتفل بمرور 87 عام على بدء الاذاعه المصريه اللي بدات في 31 مايو سنه 1934، فبنحتفل كل سنه وهم طيبين، كل سنه واذاعي مصر. هم ضربوا لينا مثل عظيم جدا في الرسالة الإعلامية، الإعلام الهادف، الإعلام الذي ينقل لنا الأحداث بدون لغة الإثارة ولغة اللي بنقدر نقول عليها اللي هي إعلام التسخين وإعلام الإثارة. هم بيتكلموا بمنتهى الحرفية، يعني في عندنا إذاعات مصرية تتحدث في شتى المجالات، منها المتخصصة ومنها الغير متخصصة. فإحنا بنتكلم فالنهاردة أنا بكلمكم عن الإذاعة المصرية، ويسعدني ويشرفني إن أنا يكون معايا على الهاتف الأستاذ فهمي عمر. ومين فينا ما يعرفش فهم عمر، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية قطاع الإذاعة. بشرفني وسعدني إن احنا نتكلم معاه النهاردة عن ذكرياته وعن الروشتة اللي هو يقدمها لنا للإعلام المصري. أستاذ فهمي، إزاي حضرتك؟ وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك يا فهمي بيه. النهاردة احنا بنتكلم عن أو بنحتفل بمرور 87 سنة أو 87 عام على إنشاء الإذاعة المصرية و87 عام من الإبداع. طبعا في هذا المجال احنا بنشرف باستضافة سعادتك على الهاتف، وبنحب نسمع منك كيف كانت الأجواء ابان ان حضرتك كنت موجود في الاذاعه المصريه، وما هي الروشته التي تقدمها للاعلام المصري؟ كان الهدف ازاي يا فندم؟ كان شكل العمل الاذاعي ازاي؟ والمعايير والمقاييس كانت ازاي؟ ودلوقتي بقت ازاي؟ والروشته اللي حضرتك تقدمها لنا للاعلام المصري في هذا الوقت. كل ده يا دكتور. يا فندم ده فرصه، ده احنا طبعا يعني دي فرصه عظيمه لكل الاعلاميين ان هم يسمعوا حضرتك ويستفيدوا من قامه كبيره زي حضرتك في مجال الاعلام. والله العظيم طبعا زي ما قلت لسيادتك برضه الاشاعات يعني جامعه اثيريه اثرت العقول وانهدت القلوب واسعدت النفوس، وكانت يعني عندما يعني نشأت الإذاعة وامتد إرسالها في أنحاء مصر كان شيء جديد على كل المصريين، يعني تفتحت آذانهم وقلوبهم على عنصر ثقافي جديد يرفه ويثقف ويعلم الفلاح في حقله والسامع في مصنعه ويعلم المرأة في بيتها كيف يعني تعتني ببيتها وبأولادها. يعني الإذاعة المصرية إذا الواحد حب يتكلم عنها يعني مش لم يستطيع أن يحصر المزايا التي عادت على مصر وعلى الأمة العربية من خلال الراديو المصري اللي هنا القاهرة، كان لها الأثر الكبير في إثراء الأبدان العربي كله. يكفي أنه ليلة الخميس الأول من كل شهر كان العرب يتجمعوا على قدر رجل واحد عشان يستمعوا أم كلثوم من المحيط بالخليج. طبعا يعني فيعني الإذاعة المصرية دي حدث مبهر في حياتنا يعني، والراديو ده شيء يعني رئيسي وأساسي في ثقافة المصريين وفي يعني تثقيفهم وفي إثراء وجدانهم بكل ما هو شيق وجميل، سواء من ناحية الغناء، من ناحية الدراما، من ناحية الثقافة العامة، من ناحية الأدب، من ناحية الشعر. أولي والذي يعني الإنسان يعني لا يستطيع أن يعدد المزايا والنجاحات التي حققتها الإذاعة المصرية في إثراء وبيان مصر والعالم العربي. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. أنا عايز أسأل حضرتك يا أستاذ فهمي، يعني المعايير التي كان يتم بها اختيار الإعلاميين أو الإذاعيين في الإذاعة المصرية في هذا الوقت، ما هي المعايير وما هي الأجواء في الوقت الذي كنت موجودا به؟ وكيف اختلف يعني الامر الان؟ انا هقول لسيادتك على التجربه اللي مريت بيها عشان اكون مذيع. اتفضل يا فندم. انا تقدمت لاختبار المذيعين، وكانت اللجنه المشكله يعني تضم عمالقه الادب والفن والادب في مصر. جاء في انه كان يرأسها الدكتور مهدي علام عميد
يعني في كلية دار العلوم، والأستاذ الكبير لدى، ومعاه الأستاذ عبد المنعم أبو بكر أستاذ الآثار، ومعاه محمد يعني عبد الوهاب يوسف يعني كبير المذيعين، والدكتور علي الراعي وعلي خليل وكل العمالقة اللي أنشأوا الإذاعة كانت تضم هذه اللجنة. وكانت الأسئلة متنوعة، ولا يعني لابد يعني يدينا الجورنال ويدي كتاب ويقول لك اقرأ عشان يعرف خامة الصوت، عشان يعرف خامة الصوت في الأول. نعم. هذا الصوت ده مثلا صالح للميكروفون ولا غير صالح؟ من أول لحظة لو عنده فيه مثلا يعني نفخة في لسانه، لو عنده خلفان في أداؤه يعني بيقولوا له مع السلامة على طول عشان ما يسموش نفسهم. والله الصوت بتاعه كويس، نخش بقى في الخميق في نخش بقى في الخريق زي ما بيقولوا. يعني امتحنت يشوف لغتك العربية سليمة ازاي، بتعرف تفعل الفاعل تنصب المفعول وتعرف المضاف اليه والصفة والموصوف واسم كان وخبر ان، حاجات لابد تعرف فيها حافظ ان الشعر. وبعدين يجب ان يعرف متقدم الى التعادل ان يعرف اي شيء عن كل شيء. يعني لما يقول لي مثلا يكون موسوعة، مصر فيها كم مديرية؟ ما كانش محافظات يا متى. مصر فيها كم مديرية؟ وما عرفش عدد مديريات مصر، يبقى خلاص يبقى انا ما عنديش فكرة عن الحياة. لما يقول لي مثلا العاصمة فرنسا وما عرفش انها باريس، لا سلام عليكم. طبعا. ومن هذا المنطلق كانت الأسئلة صحيح سهلة، ولكنها تظهر مدى ثقافة المتقدم للعمل كمذيع. عارف الأخبار العالمية، يعرف جغرافيا، يعرف تاريخ، يعرف مبادئ عامة عن الحياة في العالم شكلها إيه. يعني كل هذه الأمور لابد من المذيع يكون يعني ملم بها ويعرفها، غير كده يقولون سبب مشكلين كثر خيرك. ومن هنا كانت الامتحانات تستمر على مدى 3 أسابيع، أسبوع يعني في الصوت، وأيام في المعلومات العامة، وأعمام في اللغة العربية، وأعمام في مدى تفهمك للشعر والأدب، ومين الأدباء اللي أنت بتقرأ لهم، عرفت إيه؟ هذه هي الأسئلة التي كانت توجه للمذيع علشان يخرج صوته أمام الميكروفون. إضافة إلى فترة التدريب لا تقل عن 3 أشهر. تدريب فيها. اسمع المذيع اللازم منك بيقول ايه في الاستوديو وبيتصرف ازاي، ولما تحصل اي حكايه يتصرف فيها ازاي، اي مشكله يحلها ازاي، وانت قاعد صامت تتفرج فقط لا غير لمده 2 أو 3 شهور عشان تقول بس هنا القاهره اليكم هذه الاغنيه من تاليف فلان وتلحين فلان وغناء فلان. نعم. ثم بعد ذلك تدخل بقى في قراءة نشرات الأخبار وما إلى ذلك، الإذاعات الخارجية وهو إلى آخره إلى آخره. طب يا فندم، ده كان يجري عليه العمل في الإذاعة. ما أعرفش لو دول يعني هو يجري ولا ما بيجريش، ما عنديش فكرة والله يعني. المهم. طيب يا فندم، النهاردة هل اختلفت المعايير دي ولا اختلفت الأجواء دي؟ ألو؟ الأجواء اختلفت يا فهمي بيه النهاردة ولا اتغيرت هذه الشروط والاجواء؟ الو. ايوه يا فندم، معاك يا فندم. ايوه سامعني يا فهمي بيه. ايوه سامعك دلوقتي. طب النهارده سؤالنا ايه اللي اختلف النهارده يا فهمي بيه؟ والله يعني يضيق صدري ولا ينطلق لساني. نسمح سعادتك. يعني الاذاعه لم تعد يعني كما كان في زمنها الجميل. ايه الاختلاف يا فندم؟ فين المسلسلات؟ فين الانتاج الدرامي؟ فين البحث عن الاصوات الجميله؟ فين تقديم الليالي الموسيقيه، الليالي الغنائيه؟ فين اضواء المدينه؟ فين البرامج الجماهيريه اللي كانت موجوده؟ ابحث عنها ولا اجدها. يعني حضرتك كان في اكثر من برنامج جماهيري، كان في جرب حظك واوائل الطلبه و الى اخره الى اخره، ساعه قلبك على الناصيه، كل الحاجات دي كانت موجودة. يعني مش عارف ليه مش موجودة في الإذاعة هذه الأيام. كانت أحاديث السهرة يلقيها أساتذة الأدب والشعر والثقافة والعلماء، يثقفون الناس بأحاديثهم في السهرة من 9 إلى 9:15 حديث السهرة. يعني أمور عديدة تحتاجها الإذاعة هذه الأيام. أين البرامج التي تظهر ما يقام على مصر الآن من
استعمال يعني ما شفناش قبل كده ابدا. نعم. حتى ظهر الوادي الجديد، حتى ظهر الدكه الجديده، حتى ظهر العاصمه الجديده وشاف ايه اللي فيها. انا عايز برامج بالشكل ده، عايز برامج تظهر لي ما هو ما يدور على ارض مصر هذه الايام من تقدم وازدهار ما شفناهوش طول عمرنا قبل كده. نعم. انت حضرتك مش شايف ده النهارده، ويعني الرساله اللي حضرتك بتقولها ان انت عايز الاذاعه تواكب التطور الهائل الذي تمر به مصر هذه الايام. تمشي مع الاحداث يوم بيوم. نعم. كفانا برامج داخل الاستوديو، لا نريد برامج من خارج الاستوديو. ودي عايزه امكانيات الحق. ليس الظلم في يعني العمليه دي مش تقصير من المذيعين، لا. لا. يعني هناك امكانات لابد ان تتوفر. عشان المذيع يروح ويسافر خارج القاهرة ويلتقي بالمحافظين ويلتقي بالإداريين، ينام فين؟ عربية تاخذه توديه، يعني كل الأمور دي غير متوفرة هذه الأيام. لابد من تقديم يد العون للإذاعة المصرية علشان تعود إلى ما كانت عليه من الزهار وبرامج يعني شائقة تسعد النفوس. أشكرك يا أستاذ فهمي، وكل سنة وحضرتك طيب. تحياتي يا دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله. التوفيق لحضرتك، وشكرا جزيلا لزعي الكبير الأستاذ فهمي عمر.